اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. 72 ساعه بالكثير وتبدا فعاليات معرض فود افريكا. هذا المعرض العملاق المتخصص في قطاع الصناعات الغذائيه. معرض بيشارك فيه حوالي 900 عارض من 32 دوله وحوالي 13 جناح دولي، اكبرها هو الجناح الروسي اللي بيشارك ب 25 شركه عملاقه من اكبر الشركات التي تعمل في مجال الحاصلات الزراعية الروسية وأيضا الصناعات الغذائية، ومترتب ليهم أكثر من 100 اجتماع مع الشركات المصرية. كمان تم دعوة حوالي 500 مشتري دولي من مختلف دول العالم من خلال جهاز التمثيل التجاري المصري. هؤلاء المشترين تم اختيارهم بعناية. الناس دي مش جاية عشان تتفسح في مصر وترجع بلدها، لا دي جاية تتعاقد على صفقات خلال العام 2024. احنا النهاردة صادراتنا على سبيل المثال للأسواق الروسية في الحاصلات الزراعية وأيضا في الصناعات الغذائية حوالي 455 مليون دولار، وأنا شايف أن هذا الحجم من الصادرات للسوق الروسي ضعيف جدا. السوق الروسي أقل حاجة نتكلم في 2 ولا 3 مليار دولار. معرض فود أفريكا في دورته التامنة اللي هتقام في الفترة من 12 ل 14 ديسمبر، يعني يوم الثلاث اللي جاي، بتقام تحت رعاية وزارات التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية والمجالس التصديرية الخاصة بالحاصلات الزراعية وأيضا الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء بقيادة الدكتور الرائع طارق الهوبي وجهاز التمثيل التجاري المصري برئاسة الوزير المفوض يحيى الواثق بالله. الكل يعمل من أجل صادرات مصر في قطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وأيضا مواد التغليف والتعبئة. خلي بال حضراتكم، معرض فود أفريكا اللي هيبدأ زي ما قلنا من 12 ل 14 ديسمبر بيقام وينظم بالتزامن والشراكة مع معارض باك بروسس الخاصة بالتعبئة والتغليف وأيضا فريش أفريكا الخاص بالحاصلات الزراعية. عندنا 60 شركة مصرية زراعية متخصصة في تصدير الحاصلات الزراعية بتشارك في معرض فريش أفريكا. هذا المعرض هو الأول من نوعه الخاص بتصدير الحاصلات الزراعية المصرية. 60 شركة ولا أكننا في ألمانيا أو في فرنسا بنشارك في معارض عملاقة للحاصلات الزراعية. العالم كله هيجي مصر هنا عشان يشوف صناعات غذائية مطابقة لكل الاشتراطات والمعايير العالمية وحاصلات زراعية احنا متفوقين فيها وبنتصدر في العديد من المحاصيل المركز الأول. كمان ما ننساش ان عندنا معرض تمور أفريكا وده خاص بالتمور المصرية وصادرتها. احنا النهاردة دولة كبيرة جدا في صناعة التمور، مش هقول زراعة التمور، احنا بننتج حوالي 1,800,000 طن من التمور، وآن الأوان أن يعي العالم أن هناك دولة كبرى وقادرة على تصدير كميات هائلة من التمور لكل الأسواق اللي بتحتاجها. كمان لازم أكد أن المشاركات الدولية في معرض فود أفريكا مشرفة بالفعل. احنا بنتكلم في معرض مصري بتشارك فيه أمريكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وباكستان والجزائر والسعودية، العالم كله هيبقى موجود على أرض مصر في الفترة من 12 ل 14 ديسمبر في معرض فود أفريكا للصناعات الغذائية. خليكم معانا عشان نشوف فقرتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان.